Imad Al-Tai, an Iraqi artist living in the UK, won his first prize at the Equestrian Art Exhibition with his painting The Desert Horse, an image reflecting glimpses of the Arab world. Imad strives to succeed as an equestrian artist and aims to highlight Iraq on the world map. His career started in Iraq, where he was able to nurture his talent and reach artistic maturity. Imad's first exhibitions were held in Jordan, Beirut, and Qatar before arriving in the UK. Tai's desire to venture into postmodernism began with his winning piece, The Desert Horse, an artwork which he believes reflects his reality and roots. Tai says that it is important for an artist, through the inspiration of his experience and skills, to be true to his paintings and to himself, and to continually strive towards crafting their talents. أنا رسام فنان تشكيلي عراقي أكملت دراستي في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد سنة 96 واختاريت أنه أستمر بطريق الفن ومارست تجربتي الفنية في العراق وبعد الحرب انتقلت إلى الأردن وسوريا ولبنان إلى أن استقريت من 4 أو 5 سنوات هنا في بريطانيا مستمر بعملي وبمرسمي وبين ألواني فرشي. وبالتأكيد إحنا من الجيل اللي تربينا واللي بدت تجربتنا الفنية الحقيقية بدت بالتسعينات، والتسعينات كانت صعبة فترة جداً على العراق كله. كيف إذا تنظرها على فنان تشكيلي ورسام يحتاج يشتري مواد، يحتاج كل هاي المواد اللي يستعملها بالرسم. تجربتك الفنية حتى تطورها أنت يحتاج تشتغل يومياً، ترسم، تخسر ألوان، تضحي أكثر. بذاك الوقت كانت صعبة جدا، حتى اقتناء الألوان، حتى شراء مواد الرسم، مصادر ما موجودة. الضغط والانحسار العراق عن العالم كله، كنا حتى ما نعرف العالم شو يصير به من حركة فنية، من حركة تشكيلية، على عكس من اليوم اللي احنا العالم مفتوح. أنا في بريطانيا قاعد نشوف تجارب العالم كلها. فالبداية كانت صعبة جدا، حالي حال كل الفنانين اللي وياي بنفس الدورات بفترة التسعينات. وبما أنه موجود اليوم أنت في بلد منفتح على العالم كله وبلد بمنافسة عالية جدا بكل مجالات، فتلقى بالفن التشكيلي أيضا لك منافسين اليوم مو عشرات ولا مئات وإنما بالآلاف. فحتى توصل للمستوى اللي ترضي نفسك به وتمثل بلدك الصحيح وتعكس صورة إيجابية عن فنانين مجتمعك، المجتمع اللي نمت به، يراد تشتغل أكثر وأكثر حتى تثبت قدم وتفرض وجودك وتفرض أنه هذه تجربة جاية من مكان معين ويكون لك وجودك هنا وحضورك. وبما أنه أنا رسام بنيت تجربتي بجهد وتعب شخصي وذاتي، فتلقى كل أعمالي عزيزة علي، سواء الأعمال السابقة اللي رسمتها من أيام وأنا طالب إلى الأعمال اللي دا أشتغل عليها حالياً، كل أعمال عزيزة وتمس قلبي بصدق يعني. وعموماً أنا بتجربتي ما كنت أخلي الأحداث أو الظروف اللي تحيط بي هي اللي تأثر على عملي الفني، بالعكس أنا دائماً أحاول أني أصطنع اللحظة وأفتعل الحدث حتى أقدم نفسي كفنان، وسواء بالطريقة اللي أعرض بيها والأعمال اللي أقدمها للمجتمع وللمتلقين. بالنسبة للتطور التكنولوجي أكيد يأثر بالذات بالفن، يعني عموماً هو دخل بالفن وبالفن التشكيلي تحديداً، خلق فد نقلة نوعية وخلق مجال آخر للفنون. إحنا ما نقدر نقول بالفن التشكيلي مثل ما يأثر على اللوحة، أنا برأيي الشخصي أنه هو على اللوحة هو يفقد التفاعل الوجداني اللي بين الفنان وبين اللوحة، لكن هو خلق مجال ثاني اللي هو الفن الرقمي بالأفلام وكل التفاصيل الثانية اللي دخل بها. وحيث أنك تجد الكثير من الفنانين العرب الموجودين في الغرب يقدمون تجارب تضاهي أو تفوق الكثير من الفنانين العالميين، ذول الفنانين محتاجين تركيز أكثر من الإعلام العربي، وهو دور الإعلام العربي ليعكس صورتهم وتجربتهم وتقديمها للعالم بما يستحقون. والأعمال اللي دا أشتغل عليها حالياً اللي تتحدث عن قضية اللاجئين واللاجئين نفسهم، حتى أوصلها للمتلقي بتأثير أكثر، بعاطفة حقيقية أكثر. أنا أول ما استقيت من تجربتي، أنا كلاجئ من يوم اللي طلعنا من العراق إحنا أصبحنا لاجئين إلى اليوم. هذه التجربة بقد ما أتحدث عن نفسي أكثر بقد ما التجربة راح توصل للمتلقين بصدق أكثر. واللي يحدث اليوم بالعراق وفي سوريا وفلسطين وكل الدول العربية الأخرى من مآسي ومن مصاعب وحروب،
صار الفنان التشكيلي مجرد ما يمسك الفرشة والألوان يلقى نفسه لا إراديا يرسم هذه الأحداث، إلى درجة أنه ابتعدنا عن الموسيقى اللي نسمعها أثناء الرسم. صرت أنا من الناس صرت أسمع أخبار وأرسم، لأنه مباشرة تنعكس الأخبار بذهني على الكانفاس على القماش اللوحة حتى نقدم للناس. لكن لحد الآن وبعدني مستمر أني، ومثل ما كنت سابقا أحاول دائما أن أرسم الصورة الإيجابية اللي أتوقعها لنفسي واللي نتمناها لعالمنا العربي، هي الصورة الإيجابية المستقبلية المشرقة إن شاء الله.